الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث لنهار 3 12 تموز يوليو 2022. بس بدنا نرحب بضيفنا بالاستوديو الوزير السابق وزير الاتصالات السابق محمد شقير. صباح الخير. صباح النور. اهلا فيك. اهلا فيكي. حطيت انا عنوان على تويتر شو عدا ما بدا، انه كنت بتتوقع حضرتك تحديدا اللي هلا اكيد اليوم بدنا هيك يمكن لمره واحده واخيره مثل ما بنقال تتوضح فعلا شو صار بجلسه مجلس الوزراء الشهيره اللي من بعدها انطلقت ثوره 17 تشرين. تتوقع انه ترتفع هيك تسعيره الاتصالات كلها، يعني بين انترنت وبين المكالمات، وما يصير ولا تحرك بالشارع؟ حالك شوي اذا برجع شوي هيك لورا يلي صار مقصود، واليوم بعتقد العالم كلياتها صارت واعية وعارفة انه هي ما كانت موضوع لا واتساب ولا موضوع 6 دولار بالشهر، لانه هدول الستة دولار كانت اكبر كذبة، لانه شغلة ما ممكن تصير. انا هيدي لاخر مرة حقولها، لانه بالنسبة لي هذا الملف طويته والعالم رجعت عطتني حقي، لو تأخر بس عطتني حقي. موضوع الواتساب كنا بنعرف انه انا كنت ضده بمجلس الوزراء، بس اذا لهيك، لانه اول شيء في ناس نحن للاسف ذكرتنا قصيره بالاحداث، بجلسه مجلس الوزراء الشهيره قبل 17 تشرين طلع القرار او قيل بانه القرار رح يكون صحيح. رفع تعرفه الاتصالات سنتين يمكن وزياده وتسعير الواتساب، يعني يصير الواتساب مدفوع. صحيح، بعد العلم انه هو ما مفروض كان يتاخذ قرار، لانه اول شيء الواتساب منا لا ملكي ولا ملك الدوله اللبنانيه. الواتساب هيدي شركه اليوم امريكيه، هيدي هالخدمه حقها 30 مليار دولار، بدك تاخذي اذنها وممكن تصير وممكن ما تصير. انحطت لاستعمال عنوان الواتساب بجلسه مجلس الوزراء. انا رجعنا هيك، انا عرضتها، انا اكيد عرضتها لعده اسباب. اول شغله انه شغله ما بتصير، وشغلة إذا بدها تصير صعب كتير، وإذا بدها شغلة سنتين. مين طرحها؟ بتقول أنا عرضت حضرتك وزير معي أحد الأشخاص اللي هو عنده خبرة بالقطاع الاتصالات. ما بقول أنه غلط عرضها، لأنه البلد كان عم بيتراجع، ما بقول أنه أنا غلط ولا عم بنتقد أنه عرضها، ولكن أنا من بعد ما درستها مع الزملاء اللي كانوا موجودين معي ومع المستشارين اللي أنا كنت جايبهم، لقيناها شغلة كتير صعب تصير، وإذا صارت بدها سنتين ثلاثة، لانه بنعرف انه الامارات وقت ما عملت شيء مماثل اخذت سنين تفاوض مع الشركه، ولها معدات ولها كلفه، منا شغله انه انا بروح على الوزاره بكبس الزر، وهذا كلياته شرحته بمجلس الوزراء، ولكن اصروا يحطوها. مين اصروا؟ اصروا بعد يعني بعد فريق سياسي اصر فريق يحطها. مين؟ فريق رئيس الجمهوريه؟ يعني كان في اساسا حضرتك كنت محسوب وقتها على فريق رئيس الحكومه رئيس عبد اصروا الحريق. يحطوها وانا وقت ما حطوها قلت في شيء مقصود من وراها، لانه بنفس النهار نفس الجلسه تاخذ قرار دولار ضريب على كل علبة دخان يلي بدخن علبتين بنهار، يعني حطوا عليه ضريبة 60 دولار بشو بالشهر. الواتساب كانت 20 سنت بنهار. بس يا ستنا كله مقصود، افلاس البلد وتجويعنا اللي وصلنا له اياه مش بالصدفة. هذه الجلسة هي جلسة مثل ما بنقال وقتها، هي جلسة التي يعني أنهت كل شيء بما يتعلق بحكومة الرئيس سعد الحريري، ومن بعدها انطلقت السرعة. هي من قبل الجلسة الشارع كان عم بتحضر، من قبل الجلسة نحن أجينا خبر ديروا بالكم تحركاتكم تنقلاتكم بدكم تنتبهوا، شغلة منا شغلة. بس كنتوا شايفين الانهيار قادم طبيعي. أنا من أول يوم بمجلس الوزراء، من أول يوم، والرئيس الحريري كلمة حق من أول يوم، لكننا عم نحكي بموضوع سادر وعم نحكي بموضوع الإصلاحات، ولكن وقفت كل الإصلاحات لليوم. أنا عندي أسألك سؤال لليوم، شو نعمل من بعد هالانهيار ثلاث سنين؟ حدا منه نتعلم شيء؟ الوحيد اللي ترك البلد وراح الرئيس الحريري، بس من القوى السياسية حدا نتعلم شغلة؟ قولي لي حدا حسن أدائه هالقد؟ ولا حدا حسنوه. البلد انهار والعالم جوعاني والعالم مزلولي، وبعده أدائهم السيء مثل ما هو. بس كنت حضرتك شاعر بوقتها لما نحط بند أكيد. الاتصالات على جدول الأعمال، هو أكيد. كان على جدول الأعمال، هو مش كان إنه خارج من خارج جدول الأعمال. على جدول الأعمال، وأنا طلبت اليوم عدم أخذ القرار فيها، لأنه نحن عم نكذب على بعض على حالنا. كنا بشهر 10 مزبوط. اوكي ونحطت انه ابتداء من شهر 11
يعني بعد شهر وشوي بصير بيجي دخل 15 مليون. وبتذكر انا قلت لهم عم نكذب على حالنا، اللي بده يعمل موازنه يا بيعمل موازنه صحيحه يا اما ارقام من كم قد ما ارقام، اذا واحد بعيش على الارقام الوهميه يلا هيك نحط مليارات كمان. طيب وفي ابعد الوزراء زعلوا مني من هالكلام. طيب طرح على التصويت هيدا البنك كانوا ناطرين شيء اوكي ليستعملوا اذا بدك هيدا المونشيت بالجرايد وشيء له علاقه بالرئيس الحريري اما وزير قريب للرئيس الحريري علوها. كان في 32 اما 37 ضريبه انحطت اذا ذكرتي منيحه، كلياته كانوا بيمشوا تاني نهار الا موضوع الواتساب. اذا ممكن يمشي وفي امل يمشي 5% فقط لغير ممكن يمشي كان بعد سنتين اما ثلاثه. طيب قاموا استعملوها. شو صار بهالجلسه؟ ماشي اخذوا قرار فيها وانا طلبت. كيف اخذ القرار بالتصويت؟ اخذ القرار بالاجماع. يطلع وزير واحد يقول لا لقاله بوشه انت كذاب. ويا ريت مجلس الوزراء بسمعنا هيدي الجلسه الشهيره ليفرجي حكي كلياته. كنت معترض؟ انا شوفي بالبدايه كنت معترض ايه، بس بعدين ما يعني ما كنت معترض لانه عارفه ما حتمشي. ما حتمشي بس عارفه بتعمل ثوره توقعت هالقد. لا 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 انت بعدك مصدقه انه هي هيدي اللي عملت الثوره؟ لا توقعت انه تخلص هي يعني هيدي الجلسه هيدا القرار يخلص بانه الناس تصير بالشارع. لو ما كانت الواتساب كانت هاي، لو ما هيدي الكبايه كان الفنجان، لو ما هاي كانوا لقوا شو ما كان. انتبهي انتبهي وشوفي ما هلا اليوم هيك الناس بتقول في نزلت على الثوره وفي بعدين الناس الموجوعه اللي هن قرايبيني واصدقائي يلي نزلوا كمان. انا ما بقول ولكن اول ما نزل اول اللي نزلوا كانوا يعني كان مبرمجه نزلتهم، بعدين العالم صارت تنزل والفريق يما اما اللي قرر ببدء بالثوره اذا بدك اما بتطير الحكومه. هلا بقول لك لطير الحكومه بتطير الحكومه بدك تقول لي اول شيء منو هالفريق؟ ما كانوا عارفين انه فيها العالم حتنزل من تلقاء نفسها على الشارع. انا برايي مين الفريق الطيار؟ حكومة طارت لأنه الرئيس الحريري كان رافض التخلف عن الدفع، تخلف عن دفع المليار و400 يورو بوند يلي هني كانوا 500 مليون للخارج و900 مليون للداخل. ويوم اللي اجت حكومة حسان دياب اجى حسان دياب بشرط أنه يتخلف عن الدفع، والكل بيعرف التخلف عن الدفع يعني إفلاس البلد. كان معنا 34 مليار بدنا 500 مليون ندفعهم بنقعد بنتفاوض كنا. ولكن للأسف أبدا كان في قرار بإفلاس البلد ونحن هلأ عم نفاوض صندوق النقد مشان 3-4 مليار ونحن طيرنا بين 18 و20 مليار على الدعم. ويا ريت الدعم راح على الشعب اللبناني، أنا كنت انبسطت. ولكن من الدعم راح تهريب خارج لبنان وما استفاد منه الشعب اللبناني. طيب بس اليوم بما انه حضرتك عم تحكيهم ودفعت ثمن يعني كشخص وكفريق سياسي اللي دفعت ثمن البلد صدقيني. طيب بس أنا اليوم البعض بيقول انه احترق اسم محمد شقير بهيدي الحكومه. ما شفنا مثلك وقت كنت حضرتك رجل اعمال كنت يعني بدي لك شغله. قال له الشمس طالعه والناس شايفه، يمكن اول فتره انظلمت فيها بس انا ضليتني واقف ضليتني اخذ قراراتي لأنه ضميري مرتاح. أنا رغم كل شيء اللي صار بعد الثورة أنت ضلينا نحن سألة الحكومة وتصيف أعمال أكثر إنسان يعني ما بدي أقول أكثر إنسان بس صار علي ضغوطات لسلم القطاع إلى الدولة ورفضت. أنا ما سلمت القطاع للدولة. قصدك تسليم القطاع الاتصالات إعادة للدولة والوزير اللي إجا بعد تباها أنه هو سلمه للدولة وشفنا النتيجة وين صارت. وانا يوم انه مجرد انه هن عادوا الى الدوله انا يوم اللي رجعوا الى الدوله نعيت القطاع. اذا بتتذكري ونزلت على تويت نعيت القطاع، قلت هذا القطاع عم بيمشي سريع نحو قطاع الكهرباء لانه للاسف يلي حطوهم قيمين يلي انا كنت اصلا يعني حاطط انه لازم ينشالوا يلي هن قيمين اليوم على القطاع. ولكن كلياته مقصود. حدا بيعرف اليوم نحن عملنا ليه تخلفنا عن الدفع؟ طب بس ليش مصر عم بتقول كله مقصود وما عم بتسمي مين الفريق اللي أنا بالنسبة لي كل واحد كان قاعد بحكومة الرئيس حسان دياب
هو مشارك بهالشيء. يعني هلا عم تحدد الفريق انه فريق حزب الله وحلفائه وتحديدا رئيس الجمهوريه. هيدي هي حكومه تخلف سانتياغو. خليني معك، انا عم بحكي مسؤوليه التخلف عن الدفع والافلاس. كل وزير كان قاعد حوالين طاوله وصوت عليه هو مسؤول. طيب بس كمان البعض بيقول انه هيدا كان نقله لنظام اقتصادي جديد في لبنان. أي نظام؟ لوقف تجميع العالم، يعني تدين لتتزين بدها توقف، وانه يوصلوا لمرحله بنقدر كنا نغير البلد يقدر يعيش بمواد. شوفي بدي لك شغله، بنقدر كنا نغير بدون ما نفلس. هلا هو عن غبا، هو قاصدين، ما بعرف، بس بالنهايه النتيجه واحده. اذا مقصوده اما عن غبا النتيجه واحده، طيروا البلد، فلسوا البلد. بس من وين بدك تدفع؟ من وين بدك تدفع؟ طيرت انا 18 مليار على الدعم وراح تهريب، تخلفت على 500 مليون، عم تساليني من وين بدي ادفع؟ كان معي 34 مليار اما 37 مليار بوقتها. دعمنا، قعدنا ندعم سنتين 300 صنف اليوم، السله الغذائيه 300 صنف اليوم بتندعم. امتى وقفوا الدعم؟ وقت ما طاروا المصريات. بتعرفي لو عنا بعد اليوم كانوا كملوا بالدعم، بس خلص ما بقى في هالكبايه فضيت، شو بعد فيها؟ وعصرتيها وكسرتيها، مش هيك وقفت الدعم. طيب بس كمان اليوم بين خيار انك تدفع ديون خارجيه وبين انك تامن استمرار المواد الاساسيه للناس. اي للمواد الاساسيه استفاد منها الشعب اللبناني؟ انا بتعرف شو قلت لهم؟ ها 18 مليار كانوا بشكله 15% من ودائع العالم. لو انا ما دعمت واعطيت هالعالم 15% من مصرياتها، قال لك 1000 دولار انا اعطيتك منهم 150 دولار، انت شو ما كنت ارتحتي اكثر؟ الدعم اليوم 75% راح على سوريا، كنا بنعرف. طيب بس مين اللي عم يعمل هيدي السياسات؟ من هو اللي كانوا بالحكم؟ طيب بس ما بنزيلوا بالحكم، يعني هذا الحكي موضوع الدعم كمان استمر مع حكومه الرئيس نجيب ميقاتي اللي هو رجل اعمال. لا 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 كمان استمر. لا 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 خلينا نحكي الامور مثل ما هي. وما قبل الانتخابات مش كانوا عم يدعموا؟ لا ما عم بدافع انا عن رئيس ميقاتي. رئيس ميقاتي وقت ما اجى كان رفع الدعم على بشكل كبير، لكن ليس كلي. مش بشكل، كان رفع الدعم اليوم على المازوت اكيد الا 100%، البنزين بقى 15% بس مدعوم، والاكل صفر. رئيس ميقاتي لكن عارف هالشيء. رئيس ميقاتي رجل اعمال بيعرف شو معنات الدعم، اصلا ما بقى في شيء تدعمه، ما بقى معنا مصاري ندعم، مشان هيك برجع بقول لك الدعم ما استفاد منه الشعب اللبناني. طيب بالعوده الى موضوع الاتصالات، لما طلع القرار مؤخرا بزياده تعرفه الاتصالات وكل ما جرى، هل تعتبر هذا القرار لابد منه؟ بتأيده؟ شوفي نحن فكرتنا كانت من الطبيعي ما بيقدر يستمر القطاع هيك، لانه اليوم صار اذا بدك المصروف اكثر من المدخول. مثل الكهرباء. ونحن يلي عرضناه من 8 اشهر اول ما اجت الحكومه بدكم تغلوا شوي شوي. وكان الفكره فكرتنا وعرضنا وطرحنا على بدل 1500 بنعمله 3000، وبعد فتره بنعمله 4000، بنعلي شوي شوي. ولكن هيدي كانت مرتبطه بشغلتين. اولا تعديل رواتب القطاع العام يلي هي عم بتصير بحقهم جريمه للقطاع العام، هلا بنحكي بتفاصيلها. ثانيا بالبطاقه المساعدات الاجتماعيه اللي قالوا فيها. انتم عملتوا اليوم دغري على 8000 ليره، لا في تظبيط وضع 300000 عائله بالقطاع العام، ولا اليوم في المساعدات يلي طوشتونا قبل الانتخابات بحفلات كذب انه بدنا نساعد مليون لبنان و500000 و700000 عائله، ما حدا شاف شيء. لو صارت هالمساعدات وطلعت اليوم التظبيط الرواتب بالقطاع العام، كنت بتقدر تزيديها. بس هلا تزيديها من 1005 ل 8000، هيدا الشيء غلط. قلنا لهم اليوم من 6-8 اشهر يا عمي حطوا 8000 على السيارات، لا بعد جمعه صندوق النقد بدنا اياها على صيرفه. يا عمي صيرفه ما حتمشي. كيف يعني ما حتمشي؟ يعني ما حتمشي، كانت تاني نهار 8 اشهر. لو بثمانت اشهر هيدول سمعوا منك هيئات اقتصاديه قلنا لهم سياره اليوم الفقير ما تدقوا فيها يا جماعه، السياره المستعمله اللي حقها 7000 8000 لغايه 12000 و15000 دولار ما تدقوا فيها، اتركوها مثل ما هي.
بس سيارات المستعملة الغالية وسيارات الجديدة، واحد عم يشتري سيارة جديدة ب 200,000 دولار، معلش بيقدر يدفع 30-40,000 دولار فرش جمارك. نحن اللي قلنا لهم اياها ما حدا بده يسمع. مشكلتك ما حدا بده يسمع. واليوم بعد لهلا الموازنة كل يوم نسمع، اليوم وبكرة وبكرة وبعد بكرة، ولهلا بعد ما أقروها. وانت شايفة قد ايه عم صرخ صار لي شهور انا على موضوع مطار رفيق الحرير الدولي، انه الرسوم عم نقبضها على 1500 من الشركات الاجنبيه يلي عم نروح على حالنا كل يوم 700-800,000 دولار فريش. هدول كان المفروض نقبضهم من شهور ونعطيهم لموظفين القطاع العام. طب هاي اللي عم بقوله يلي عم ينزلوا ما عم بيقدروا يجوا. في دولة اليوم بعد مستمرة بهذه السياسة بوقت رفعت الدعم عن المازوت اللي هو يدخل في كل السلع طبيعي. وما عم بتفكر لا بدولار جمركي على الكماليات اللي هي مثل ما عم تقول يعني السوبر لوكس دولوكس للعالم. اليوم في شيء يعني اذا بده يصير في انفجار اجتماعي اليوم بلبنان من وراء سعر المازوت والطاقه. مازوت يعني عم يعكس على كل شيء. شوفي اكبر صناعيين واكبر رجال اعمال واكبر صاروا ما بحدا بيسال الثاني عن صحته. قد ايه كلفه المازوت الشهريه عندك؟ تصور وين صار حديث العالم اليوم. الموظف اللي عم بيقبض 3 مليون ليرة و 4 مليون ليرة اللي معتر 50% من معاشه عم بيروح على شو؟ على اشتراك الموتور. هيدا إذا قادر. ونحن بعدنا بنفكر إنه اليوم الموازنة ولازم عمي لا لازم تقرر الموازنة لنقدر اليوم نحسن رواتب قطاع العام. طيب ما بيصير الاتصالات بالطريقه اللي صار فيها اليوم برفع التسعيره وبرفع فاتوره المكالمات، بتعتبر هيدا الشيء بيعطيه امكانيه للحياه ولا بعدك شايفه رايح الى بيعطيه؟ شوفي انا بالنسبه لي القطاع لو زاد وما زاد، وانا اذا صاحب قرار ما بزيد قبل ما اشيل الاداره من الدوله، بس انا ما بزيد ولا عندي ثقه، ما عندي ثقة أصلاً إنه اليوم بالقيمين ومش كلهم تبي بالقطاع الاتصالات. أنا في موظفين يعني كفؤ بواحد بتمنى يحطهم بشركاته الخاصة، بس يلي إجوا لزموهم ويوم اللي السياسة بدها تبعد عن القطاع الاتصالات بقلع قطاع الاتصالات. رجعيني على قطاع الاتصالات وقانون قطاع الاتصالات قبل الوزير الصحناوي وقت ما كانت كل اليوم التكلفة التشغيلية والاستثمارية على الشركات. هون بترجع بتقول صار في قطاع اتصالات. قطاع اتصالات كمان كان من الاغلى يعني كان بيسوى 7-8 مليار لصفر. وانا الوحيد اللي كنت حاربت مشان هذا القطاع، وبتعرفي هجموا على بيتي مره واثنين وثلاثه، وقلت له بده يهجموا كل يوم و100 مره. انا ما حسلم وما سلمت قطاع الاتصالات، سلمت الحكومه. اول شغلي قلت له اياها للوزير اللي اجى من بعدي، قلت له اصحك تغلط هالغلطه. ويوم اللي سلم طلع العمل انجاز، انجازه وصل القطاع لهون، انجازه للوزير حواط وصل القطاع. طيب بس البعض بيقول انه هيدا بسبب نتيجه يعني تردي الاوضاع، انه المازوت قديش صار، صيانه الشبكات قديش صارت مرتفعه، يعني ما بيقدر حتى وزير انه يحملها انه بس لانه حولها للدولة. لو بعد اداره القطاع الخاص ما كنا وصلنا لهون. بس قديش كانت صارت فواتير العالم؟ لا 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 لا، لو بعدها باداره القطاع الخاص كانت شبيهه بفواتير المولدات. حدا بيعرف شو عم بيصير هلا؟ حدا بيعرف شو في ناس بالقبض فريش وعم بتسجل دولار والتخبيصات اللي عم بيصير؟ مين عم بحاسب؟ مين عم بحاسب؟ كانت اللجنة تجتمع كل جمعة الاتصالات، هلا عم نسمع اللجان عم تجتمع؟ أنا من أول يوم فتت حاربت بالسياسة وبس. أما أنا الوزير الوحيد اللي بدك تحارب بالسياسة؟ ما أنتوا جيتوا بتسوية بتاريخ لبنان، أنتوا جيتوا بتسوية بتاريخ لبنان. ما أجا وزير بتسعة أشهر أنا موفر 100 مليون دولار يلي حاربوني على موضوع بنيتين تاتش. اليوم الوزير الحالي سمعتي شو قال؟ انا دفعت 23 مليون اول دفعه. صاحب البنايه قال انا مستعد رجع لكم 23 مليون فريش هلا، وتكونوا قاعدين 5-6 سنين بدون مقابل بس رجعوا لي البنايتين. والوزير اللي اجى من بعد تخلف عن القسط الثاني، وهون التاريخ حيحاسبه. كان قدران يدفعهم يا بالليره يا اما بالشيك. اليوم البنايتين قيمتهم فوق ال 100 مليون. ولكن الغبا
طيب كمان بيقولوا بوقتها يعني الكل اذا بدنا نرجع كمان لهذا الموضوع انه كان في سوء استثمار ل كل ما هو املاك دوله، يعني نحن كمان انه بصير معقول دوله أنا جيت اغلى البنايات لتستاجر فيها، اغلى الاماكن والنقاط لتستاجر فيها كمان، شو هالمنطق؟ انا اجيت كانوا بنيتين متاخدين في عقد اجار موجود معمول ديكور 24 مليون دولار. طيب حضرتك بشركتك بتقبل يوصل لك فاتوره لمكاتب بشركاتك ب 24 مليون دولار؟ هلا شوف ما هو هذا اللي بيستفز، انه اليوم نحن رجال الاعمال هن رجال سياسه شركاتهم على القلم بشارعه، بس بالدوله القرطاسيه بتطلع ملايين الدولارات. يلي بيستفز اليوم شركتين صاحبهم الدوله، ويوم اللي هيدا عنده اذا بدك التاور البرج وهيدا عنده برج، بلا ما يكون على برج واحد، ما بس بدك تحكي على هيك. طب اليوم مين ليه في 1500 موظف فائض بهالقطاعين؟ هلا خفوا لانه في كثير منيح تركت للاسف. ليش؟ حرام هذا القطاع، هذا القطاع مفروض انا اتمنى على الوزير الحالي اللي بعرف قديش ادمي ومسموعاته طيبه انه يطلب يعمل مناقصه وما تزيد اي عبء على المواطن قبل ما تشيل القطاع من الدوله الفاشله ترجع تسلمها لإدارة قطاع الخاص. هذا حيدينك لأنه حضرتك بأيامك إذا كان هالقد جيد الوضع ليش كان بدك تزيد تسعيرة الستة دولار شهريا؟ لأنه الدولة كانت عم تفلس، أما الشركة كانت عم تعطي مليار. أنا ب 2019 أعطي الدولة مليار وخمسين مليون دولار. يعني فرض عليك أنه الاتصالات أسهل الأمور لترجع الدولة تاخد مصاري. طبيعي. مين قال لك وقتها أنه لازم تزيد فاتورة؟ هذه الفكرة فكرة أحد وتبنوها الكل. مين هالأحد؟ تبنوها الكل انه هي اسهل الاماكن اللي فينا نسحب المصاري من كل العالم بالقوه، ومش غلط يلي عرضها عم بيطلع افكار مثل ما طلعوا 500 فكره زياده ضرائب. ضرائب بس هيدي كمان من اطار عدم الشفافيه، انه هاي الضرائب اللي هي انه مضطر المواطن ما في يقطع خط التليفون فرضوا عليه لانه هيدا هو اللي كنا الاغلى، كنا الاغلى وانا دائما كنا الاغلى، والبلد الوحيد بالعالم اذا ما شرشت خطي، وحتى ما كانت هلا تخد بدنا البلد الوحيد بالعالم اذا ما شرشت خطك بيحترق، ما في دوله بالعالم هيك. طيب. بيحترق الخط بعد سنه، هذا كلياته هذا كلياته بنعرفه نحن، ولكن اليوم المفروض كان تصير في اصلاحات بلبنان. أيه. اوكي ليه من عملت هالإصلاحات بوقتكم؟ ما بعرف مين منعك تعمل هالإصلاحات؟ يعني حتى بعهد محمد شقيق أنا ما حدا منعني بالخط إذا ما شرجناه بده يحترق. لحظة أنا قدرت أعمل إصلاحات بالوزارة وأعلنت عنها بمؤتمر صحفي وحكيت وبالوراق وبكل شيء. أنا نزلت 100 مليون دولار مصروف، كيف بقدر نزل بعد أكثر بكثير؟ بس قلت ما بقدر يعني ما بقدر لأنه بيقتلوني. أي مين اللي بيقتلك؟ ما بتقدر كانت تعملي أكثر من هيك بالوزارة، بس بفتخر أنه الوزير الوحيد اللي إجا تعامل مع هالمؤسسة مع هالوزارة مثل ما كأنه ماله الخاص، صار يفتش وين بيقدر يوفر. وفرت بالأجارات بالمصاريف لغيت مليون قصة أعلنت عنها. اليوم كنت بتقدر تمشي كنت 1200 موظف؟ ما بتقدر تمشي 1200 موظف. مين كان منعك؟ الأحزاب؟ ما كان، كل الأحزاب، كل الأحزاب، كل الأحزاب. اليوم شوفي في شركتين. طيب يعني هلا ممكن يطلع الوزير حواط يقول زيت الحكي اللي عم بتقوله ويقول أنا ما قدرت كانوا بيقتلوني. لا 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 أنا ما بلومه إنه مشان الموظفين، بس أنا الوزير الوحيد اللي إجا ما زدت موظف. طيب في فرق اليوم، أنا ما زدت موظفين ولا عم بقول وزير حواط شيل حط موظفين، لا أنا بلومه للوزير حواط اليوم على موضوع البناية وعلى موضوع تسليم القطاع، لأنه مشي باللعبة معهم وإلى آخره. مهم أنا اللي كل شيء عبوله كان بيقدر ما يمشي. أنا سألت الشركتين اليوم أما شو بدي استسأل الشركتين؟ أنت قبل ما يغير الوزير الصحناوي القانون أنه المصاريف التشغيلية اليوم استثمارية من الشركات شيل على الدولة، فوت الموظفين بالبساط من بعدها. يعني شوفي كم موظف زاد. طب ما كان بدي ليه ما قدرت تشيلهم؟ ما زال هالقد موظفين صاروا يعني عم بتذكر بعهد حضرتك كنت وزير باوجيرو كان في موظفين ما عندها مكان تقعد. يا نانسي مزبوط يا نانسي خلينا في موظفين قد ما صاروا صاروا زياده ما قدروا يقعدوا خلوهم للموظفين. وكان في نقص بوزاره الماليه
خذوا لكم 15-1 على وزارة المالية، رفض مجلس الوزراء، رفضوا هالشيء، في ناس عارضت وما مرقت، اوكي، وانا ما كان بدي اقطع رزقة حدا. شو تقطع رزقة حدا؟ لا 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 انا وقت ما فوتت موظف اليوم على الشركة وما عنده شغل، هذا عم بيتراجع، يلي درسوا هذا كلياته حيبلش ينسي لانه طيب. فات بالسياسي، انا كنت هدول بدي شيلهم، وفي مراكز شاغره بالدوله. مين منعك تشيلهم؟ هلا بقول لك، بدي شيلهم اليوم وحطهم بمراكز بالدوله، اوكي، نرفض، نرفض بالسياسي. رفض بالسياسي. مين اللي كان عم يوم اللي عارضها ايه؟ وزراء جبران باسيل، وجبران باسيل عارضوا انه نقلهم. بحجه شو؟ ما بعرف. ولانه حتى الموظفين ما كانوا بدهم، مع العلم اني لهم ما كانوا عايشين يعني العيشة بصراحة ما حدا عايشها يعني بالنسبة للرواتب وبالتأمين أكيد. والضمان وتأمين على الحياة وسيارات وخطوط يعني كانوا شيء مش طبيعي كان ورغم كل هيك كانوا عم يشتغلوا ويعملوا وطلع مصاري الشركات وبرغم كل هيك في عنا موظفين اليوم بدونهم ما بيمشي القطاع وفي موظفين بالقطاع الاتصالات كانوا وما زالوا مظلومين وفي ناس يلي فاتوا بالسياسة يلي فاتوا صار يعني واحد صار له 10 سنين وصل على معاش بعد 10 سنين 4,000 دولار واحد نزل له بالباراشوت أقل منه بالخبرة وبالعلم وبكل شيء صار يقبض مرة ونص ومرتين أكثر منه طيب بس هذا مش ظلم؟ بس هو هذا استمرارية يعني اليوم بالتذكير حضرتك أتيت وزير من بعد وزير في الخط السياسي نفسه اللي هو الوزير جمال جراح مظبوط؟ إيه بس الوزير الجراح ما هو غير القانون مين الأجر البنات البنائية؟ نعم الوزير الجراح يعني ورطك عقد أجار بهالمبلغ لا أنا ما بقول ورطني أنا ما ورطني شيء أنا بالنسبة لي حالك شالي خلينا نكون منصفين كمان أوكي الوزير الشركة كان بدها مكاتب نزلوا بالجرايد طيب انت لتلاقي اليوم بنايه بصراحه ب 15,000 متر انه مش كل شارع بتلاقي 15,000 متر مكاتب خلينا نكون صريحين اوكي مش لقيت هالبنايه كان هذا اجاره بوقتها هيدا اجاره بس من بعد ما مضى الاجار بلش تتراجع البلد واذا بنتذكر نزل سعر اليوم الاراضي والعقارات بوسط تجاري كثير هون كانت الغلطة انه مفروض تفاوضوا جيت انا طيب تفاوضت أوكي. بس كان ماضي العقد اوكي طيب بس حتى بتنزيل الفواتير يعني هلا مثلا من ضمن الشكاوى اللي عم توصلني انه الفواتير نزلت 100 مليون دولار لانه كان في تاخير هنالك تاخير بدفع فواتير الموردين وتحديدا عم نحكي عن هواوي اريكسون طبيعي. نوكيا وغيرهم انه بعهدك ما كنت عم تدفع لهم مشان هيك نزل المبلغ مش لانه صار في توفير بالهدر هيك عم بيصلي عم بدي حضرتك توضح يلي كاتب ما عارف انا تركت ما في ديون اليوم انا بالنسبه لي اهم شيء ادفع حقوق العالم والصيانه يلي خربت الدنيا وزير حواط وقت ما اجى هو يلي ما دفع مستحقات العالم يعني على أنا ايامك تدافع كل أنا مستحقات الموارد انا على ايامي اصلا لا وظفت ولا استثمرت انا لغيت مشاريع كانوا بدهم يعملوها انا شريت بس البنايه لانقذ اذا بدك الاجار الغالي والحكي يلي طلع وملكت الدوله عقار واليوم الدولة ربحانة فيه أكثر بكثير من استثمارها أوكي أنا كنت أدفع كل العقود أنا العقود الصيانة كلياتها نزلت لها سعرها لأنه مش عم بقول كانت غالية جيب كل شركة البلد اليوم وضعه صعب أنا بدي نزل 20-30% من العقود نزلت كل عقود الصيانة وكنت أدفع للعالم كلياتها بوقتها الوزير اللي أجى من بعدي ليعمل بطولات صار ما يدفع للعالم انه بده يدفع للدوله ولكن اليوم قال الوزير عليهم 230 مليون دولار عليهم الموردين كلهم طلع صوتهم خلينا ندخل الى فاصل علينا ونتابع مشاهدينا اهلا بكم من جديد ونتابع هذه الحلقه مع الوزير السابق محمد شقير أستاذ محمد بالانتقال إلى الموضوع الاقتصادي كل هذا الكلام اليوم نحن بأي وضع بالاقتصاد حضرتك من الناس اللي بينقال عنهم بأنك دائما كنت تشوف الأوضاع بأكثر صورة متشائمة ممكنة اليوم بتلاقي نحن بأي وضع هل شالي أنا ماني متشائم لا
شو عدم؟ أنا ماني متشائم. نحن ما في شك البلد وضع صعب والبلد فلس، بس منش أول دولة بتفلس بالعالم، في كتير دول فلست، ولكن أول دولة صرنا 3 سنين وبعد ما عملنا شيء. بعد ما عملنا شيء. وليه ما عملنا شيء؟ لأنه ما في أقوى من القوى السياسية بالمزايدات. طيب نحن كنا عارفين أنه قبل الانتخابات ما حيصير شيء بالملف الاقتصادي، لأنه كل حفلة كذب ومزايدات على بعض. يا لطيف، شعارات، يعني شعارات، شو كذبوا على العالم. وقت ما شفنا أنه ما في شيء جدي، قلنا لازم نحن نتحرك كهيئة اقتصادية. نحن على وشك جمعة الجاي نعلن عن الخطة الإنقاذية، في خطة الدولة الحكومة يلي في كتير أمور موافقين فيها، في كتير أمور معارضينها. نحن عم نعمل خطة بديلة، وهيدي الخطة حنشرحها لكل القوى السياسية ولرئيس الحكومة، يلي الرئيس الحكومة في كتير تعاون نحن وياه، هو جزء من الاقتصاديين أساساً، وبيحكي لغتنا وبنحكي لغته، وعارف مشكل وفيت بتفاصيل كل قصة بالبلد. يعني كلمة حق لازم تنقال. أنا ما خايفين إلا بس من المزايدات وحفلات إذا بدك بمجلس النواب. شو فيها هذه الخطة الإنقاذية؟ نحن بالنسبة لنا فيها الخسائر الموجودة. أول واحد لازم يتحمل الدولة، ثاني واحد بده يتحمل مصرف لبنان، ثالث القطاع المصرفي المصارف، والمودع ليه بدي حمله؟ ما لازم يتحمل أي شيء المودع. المودع كتر خيره إنه حيقبل إنه مصرياته تجي تقسيط. طيب أوكي، بس تحقي بس هيدي الهرمية الدولة المصرف لبنان المصارف هن بالآخر 3-1 إذا بدنا نفكر فيها. لا يعني منهم 3-1 أبدا، معظم رؤساء مجلس إدارة المصارف أكثرهم هن كانوا سياسيين، كانوا بمناصب وزارية أو نيابية بمصر. بس ما تنسى إنه ما في خطة ميم تضع، ما في مصرف كبير اليوم إلا ما في مستثمرين أجانب معه. طيب بل كل المصارف يعني، بس مين كان عم بيحط الخطة اللي عم تلزم مصرف لبنان؟ سياسيين. رجعنا على هذا السيركل يعني. حلك شغلة وحدة، ما بقى نقدر نضيع وقت. لبنان ما ممكن نقوم من مشكلتنا بدون ما نمضي مع صندوق النقد. مش كرامة مبالغ صندوق النقد، كرامة الأمضة والختم اللي حيعطينا إياه صندوق النقد. شو بيطلع لنا صندوق النقد إذا أعطانا هالثلاثة أربعة مليار الختم وأمضة؟ بدخلنا على المؤسسات المالية العالمية والصناديق المالية الأمريكية والأوروبية والعربية. إذا ما في صندوق النقد ما حدا حيساعدك بدولار ولا يعطيك دولار. شو التنازل اللي بكون قدمناه؟ ما في تنازل. كيف الدولة بتتحمل؟ ما في تنازل. هلك شغلة واحدة، هي مصر مشيت مع صندوق النقد وهلا خلص البرنامج. هاي اليونان مشيوا، هاي قبرص مشيوا، شفنا صندوق النقد اخذت لها نص الجزيره اخذتها معها. ما في شيء. هن شو عم بيطلبوا منك؟ يلي انا وانت عم نبكي عليه من سنين هي بعد الاصلاحات، هذا اللي عم بيطلبوه منا صندوق النقد. مستعدين السياسيين اليوم ما بقى عندنا خيار، ما يكون عندهم شركاء بكل شهاده وارده، ما بقى عندنا خيار. يا اما خلص الانهيار الكامل والشامل، يا اما بدنا نعمل اصلاحات. طيب شو يعني الدوله تتحمل مسؤوليه؟ بس اذا بدك تتقرش لنا اياها مثل ما بينا. انا اول شغله وحده، الدوله منا دوله فقيره. نحن الدوله عندها مؤسساتها الفاشله، لازم هذه المؤسسات تندار من قبل قطاع خاص بصندوق سيادي. وما بقول لازم نبيع المؤسسات مشان ما حدا يقولني شيء. شو لا بدي بيع لا مؤسسه ولا بدي بيع اي عقار للدوله، بدي خلي كل شيء ملك الدوله. شو بتعمل؟ بس مش باداره الدوله. بتجيبي انت اليوم اذا بدك مجلس اداره هو بدير هذه القطاعات. طيب واذا هيدي القطاعات كلياتها اليوم عم تربح مليون دولار، اول مليون يروح للدوله. طيب وبعدين؟ بس كل شيء ربح فائض عن المليون اما اللي هو بيروح للصندوق السيادي للمودعين. انا بعرف اليوم من واذا اجوا هؤلاء المستثمرين وصار هيدا الشيء، تنعطي اكزامبل الكهرباء، اي شركه اي خاصة كهرباء، اجوا قالوا هذا القطاع مفلس لدرجة انه نحن بدل ما نقبض كنا عم ندفع شي صيانة شي شبكة شي 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 وما قدرنا. قطاع الكهرباء شو بيكون صار بالعالم؟ البلد اليوم صندوق النقد قال هيك بالمشبرح قالنا اياه، يلي فلس البلد شغلتين،
اول شيء الكهرباء 45 مليار حطيته على الكهرباء، والنقطه الثانيه 35 مليار على دعم الليره. بس مشان نبسط الامور وما نكذب على حالنا، لو ما قطاع الكهرباء ما فلس البلد. بس طيب، بس هيدا ما بيفقدنا يعني احد الموارد الاساسيه؟ يعني اليوم لبنان من هذه الدول اللي بيقول انه معظم موارده بيد الدوله. لو يعني لو في قرار سياسي اليوم، شو بده الكهرباء؟ مليارين. ما هلا في سيمنس مع الصينيه مع حكومه الرئيس مئات مستعدين، بس رجعت وقفت بالسياسي، رجعت وقفت بالسياسي. بس عم بتقول حضرتك انه ما بدهم يشتروا املاك الدوله، مش اللي ما بقول شراء، هو استثمار، اداره واستثمار. هذه شغله، كيف ايام زمان بدبي عملوا دبي هولدنج، عملوا شركه وحطوا تحتها كل الشركات، شركه انا بملكها 100%، شركه بملكها انا كدوله 80%، بعطيك 20% بس بادارتي، شركه الاتصالات ال 30 بعد 7. هيك بدها تصير. بس انا عم بقول لانه هون ما بيحبوا كلمه خصخصه، سميناها تشركه، كذبنا يعني لقينا كلمه غير تشركه. اوكي خلينا نعمل تشركه بالقطاعات اللي مفروض. طيب بس انا بالنسبه لي بعد في قطاع اتصالات بتديره الدوله، اما بتملكه الدوله بالعالم، اعطيني كوبا. طيب بس ببلد مثل لبنان استاذ محمد، هلا ما فيك تسمي لي مين حيستثمرهم هول القطاعات بصراحه؟ يستثمروا ما بو حدا. لا لا، انا بالنسبه لي يعني بالاخر بيقولوا لك انه هدول رجال السياسه او النافذين فلسوا الدوله ليشتروها. غير لبناني واحد هو يدير رئيس مجلس اداره هيدا الصندوق السيادي، كان اكس ماكنزي اكس جولدمان ساكس اكس ما صندوق ما بعرف الاوروبي الاستثمار، هو يكون رئيسه. لا تثق بانه يكون لبناني مثل ما كثير لبنانيين يعني. لا، صندوق النقد شو بقول لك، اذا بده يكون لبناني حتقعدوا سنتين تختلفوا مين حيكون ومين حيسميه، حيبلش مسلم اما مسيحي، المسيحي مين بده ينقيه، بده اياه فلان، بده يكون روم كذا، يعني حاله بالويل بدها تصير. لا جيبوه من برا، جيبوا اليوم بده يكون مجلس اداره من 12 شخص، خلينا نجيب خيي 6 من برا 6 من جوا، ومن جوا 3 من الدوله 3 من القطاع الخاص. طيب مين عم يعترض على هذه الاقتراحات اذا بنسوم؟ عم بيصير في اعتراضات ولا لا عم تمحها يعني انه خلص مرفوض كله؟ شوف بدي لك شغله، ما فتره الحكي كلياته قبل الانتخابات انا ما بدي اعتبرها، بدي امحيها، لانه مثل ما قلنا كله خايفين وكله عارف شو الوضع وشايف النتيجه. هلا بدك 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 تشوف شو حيصير بالحكومه. الى الان برايي ما في حكومه. اوكي ما في حكومه، بس اليوم نهائيا ما في حكومه. الخطه اليوم موجوده، الخطه نحن حنعرض خطتنا. طيب ممكن الخطه اللي قدمها رئيس الحكومه الى مجلس النواب يعدلوها حسب اذا اقتنعوا بافكارنا اللي هي احسن. اوكي اكيد، وفي قانون كابيتال كنترول وقانون اليوم السريه المصرفيه راح ينقروا هؤلاء مفروض. هلا السريه المصرفيه يقال انه من اساس الاصلاحات اللي مطالب صحيح فيها صندوق النقد. صحيح، بس نحن لانه بنحب المزايدات، هن بيكونوا طالبين هالقد بنكتب لهم هالقد. لك يا عمي ما هن بدهم هالقد. انه السريه المصرفيه ليش مع مفعول رجعي؟ شو مع مفعول رجعي؟ وليش في 300 ما بعرف فئه بتقدر هي لا بكون في ناس مخصصه ترفع السريه المصرفيه. مش والله اذا انا هيك ما عجبني اليوم الازرق اللي لبستيه بروح برفع عليك شال بشيل السريه المصرفيه عني. لا بس كمان ليش في بلدان هالقد فيها سريه مصرفيه اليوم نحن بمحيطنا؟ لشو السريه المصرفيه بلبنان؟ صحيح، بس اليوم مش انه كل واحد، لحتى بفرنسا اللي ما فيها سريه مصرفيه انه اي واحد بتشكى على الثاني بشيل له سريه مصرفيه؟ لا اكيد مش اي واحد، بس اليوم لما هي اما اليوم اذا في سريه مصرفيه من هلا انا بشيل من سنه الأربعين لاعرف حساباتك ودخلك من سنه الأربعين واجي اقول لك كمان في شيء غلط. ما نحن اذا بدنا نعمل شيء ليمشي خلينا نحط المعقول المقبول. يعني اذا بتعتبر والمطلوب اذا مع مفعول رجعي لن تقر السريه المصرفيه؟ انا برايي استبعد أن انا برايي ايه، ما في ناس حاطتها مكان يعني ما حدا اصلا عليه. بس بما انه حكيت عن الحكومه عم تقول ما في حكومه برايك؟ لا ما في حكومه. لا اي متى؟ لانه في فريق سياسي بعد ما عرف انه الوضع البلد هالقد صعب بعده عم بحط شروط قويه. شروط شو؟ في البعض عم بيقول بالعكس انه فريق الرئيس مئاتي تحديدا هو اللي عم بصعبها، يعني انك تحط الرئيس الجمهوريه مجددا. انت ليه اخذت الخط الاخر؟ انا ما قلت مين. بركي هو الفريق. لا اكيد ما حضرتك عم تحكي فينا رئيس مئاتي. الوضع البلد حرام العالم، يعني اجت صيفيه وفي صيفيه حركه بالبلد وفي
ولكن هذا بعد شهرين ترجع العالم لوين؟ العالم جوعاني. اتفقوا، تعلموا من يلي صار. لو تعلموا تقدموا حسنوا حالكم 5% شوي كل سنة 5% لتصيروا طبيعيات، بعد 20 سنة نحن قبلنين. بس غيروا شوي من الذهنية، بعدنا عم نحط شروط. هذه الوزارة ملك بيي، وهيدي الوزارة ورتني إياها عمي، وهيدي الوزارة أنا خالي عطاني إياها. هذا ما بقى تمشي، ما بقى تمشي البلد إذا رغم كل اللي صار وشفتوا الانتخابات شو أنتجت، وبعد ما تعلمتوا في مشكلة عندكم. مين الفريق اللي عم بعرقل؟ اي فريق احسن ما لبسك اياها انك عم تقول لا فريق رئيس مئات. اي فريق هلا بقلبها بقول لك عم تقول فريق رئيس مئات. لا اي فريق اليوم، اي فريق، اي فريق بصراحه، اي فريق حرام. البلد عن جد العالم وصلت الى مكان. بس اليوم حكومه اللي هل بجوز اليوم عسكري يلي اكبر تحيه للقوى الامنيه بدي وجهها اكيد، يلي بعده لهلا يعني عم بيحميكي وبيطلع على الحاجز وبيضحك لك وبيبتسم، ومعاشه بالسنة 600 دولار، وبعدكم مختلفين ما عم تقروا موازنة، وهالعالم شو وضعها؟ طيب نحن القطاع الخاص مرتبطين وين؟ مع القطاع العام. طيب القطاع العام مقدربين مش حقهم؟ أكيد حقهم يضربوا، بس ما في شيء عم بكمل. أكيد حقهم يضربوا. طيب شو بدك اليوم اللي نازل يلي بيته بالشوف وانت موظفه ببيروت؟ طب شو بيجي ماشي؟ قل لي كيف بيجي؟ يا انت جيب له سياره يعطي بنزين، يا على يا اما تعمل وسائل نقل يقدر يوصل طبعا، يا اما اعطيه بدل نقل. ما نحن من قبل اصلا ما كانوا عم بينزلوا، كانوا قاعدين، بس هلا انه مقدربين. بس هيدي بلشت تاثر على 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 اعمال كتير، على كل الاعمال بلشت تاثر ومعهم حق. طب بس اذا ما في حكومه مين بده يكرر هول الامور؟ موازنة اللي ما بتنقر، حدا يقول لي ليه ما بتنقر؟ لأنه كمان في موضوع اليوم رسوم المطار، موصفين المطار الله يعينهم وكتر خيرهم عم بيشغلوا 18 ساعة المعترين لا يحموا اليوم سلامة الطيران والحركة الطيران بمطار بيروت. معاشيتهم 2 مليون ليرة و3 مليون ليرة. هيدا يلي شايف انه الدولة اللبنانية كل يوم عم تحرق 700 ألف دولار. بس كيف بدكم تلزموا السلطة اليوم؟ ما بقى عندها لا تهديد بمحاسبتها تحت ضغط انتخابات ولا انه تقر موازنة او تقر خطة اقتصادية او لازم تعديلات. شوفي خلينا نشوف مجلس النواب، يصير في ضغط على النواب يقروا اليوم، قروا الموازنة، قروا الموازنة. انا مش بس موضوع الموازنة اليوم بيقولوا لك المطار. انا هلا عملت قانون بكره حمضيه للنواب لنزلوا قانون معجل مكرر مشان موضوع الرسوم مطار رفيق الحريري. انا عم طالب من هون هيدي الرسوم ال 700 ألف اللي الدوله عم تحرقها كل يوم عم تحرقها لازم تنحط بصندوق وتتوزع لموظفين القطاع العام مشان نقلهم، مشان النقل. 700 ألف دولار كل يوم ما بدي. طب وين عم بيروحوا؟ عم نحرقهم. شو كيف عم نحرقهم؟ عم بياخذوا على 1500. يعني الطياره اليوم إيه وقت ما بتعمل اليوم لاندنج على 5000 دولار، 7.5 مليون، اليوم انا عم بقبضها 280 دولار. انا عم بوفر على الطيارات على الشركات العالميه الدوليه، وهيدي مش ضريبه انا عم بشيلها من تم لبناني اعطيها لتم لبناني. انا عم بوفر اليوم على الشركات الكبيره. باي حجه؟ بقول لا، الحجه انه نحن اغبياء بصراحه، ما اقريناها. هي شو بدها لك تنقر ب8 أشهر؟ بس مين بقانون بيمنع اقرار هيك شيء؟ على اساس الموازنة بكرة. يا عمي بكرة ما في بهالبلد، بكرة ما تعلمنا، ما في بكرة. بعدين هالموازنة مين قال انه حيوافق عليها كما هي مجلس نواب جديد؟ بالعكس، ما هو المجلس القديم اختلف عليها. هلا في عندك ناس وفي مزايدات. طيب كيف بدك تقول؟ مشان هيك نحن تحركنا وقت ما عرفنا انه في شهرين. اي شهرين؟ نحن بعد شهرين مفروض نكون شبه مخلصين موازنة 2023. يعني على من تراهنون بالضغط على اليوم السلطة السياسيين اللبنانيين؟ كل فترة بنسمع حديث عن عقوبات أوروبية، عقوبات على بعض الشخصيات. هل مزبوط أنه عم يصير في مراهنات؟ يعني عم براهن البعض أنه في ضغط أوروبي حيكون على الشخصيات؟ رهان الوحيد على القطاع الخاص.
بصراحه. شو بيقدر يعمل بعد؟ لا لو ما في قطاع خاص لبنان التعب. ليش شو بيعمل قطاع؟ اذا البلد في قطاع خاص احسن من القطاع العام بالمعاشات اليوم. ما وقف معاشاتهم 3 ارباعهم على 4000. لا لا مش لا يعني لا خليك شغله واحده. وكيف لا القطاع الخاص نحن اللي بدرنا اول مره وثاني مره بتحسين وضع المعاشات. هل انت بتعتقد اليوم ببيروت وجبل لبنان حدا عم بيقبض اقل من 6 و7 و8 و9 مليون ليره؟ ما بقى فيه. ايه نكون صريحين. بس على اي اساس عم تتسعر المعاشات ببيروت وبجبل لبنان اليوم؟ في حدا شركات عم تطلع يعني يمكن الاكسبسيون البعض عم يطلع 8000 بس بعضهم معظمهم على سعر 4000 دولار. لا نسي ما بقى في هالمعاشات بيروت وجبل لبنان. أوكي. اصلا بدي لك شغله اليوم الشركات مقسومه. اذا بدك في الشركات اللي قدراني رجعت اصلا 90% من شركات بمعاشاتها فريش رجعت فريش 70%. نحن عملنا دراسة على 10 شركات. أيه صاروا 10 شركات. لا ما حقول على الهواء. لحظة 10 من أصل قد إيه؟ وين وين معظمهم فريش؟ معلش 10 اسمعيني 10 شركات اليوم 70% رجعوا اللي كان يقبض 1000 دولار عم يقبض اليوم 700 دولار فريش. إيه اوكي. نحن وقت ما زدنا ما الحد الادنى ان ممنوع الاجير يقبض اقل من 2,600,000 انا عارف انه بيروت وجبل لبنان ما في 2,600,000. انا كنت خايفين على الشمال وجنوب وعكار والمناطق اليوم اللي هي ما بحب اسمي الكلمه الفقيره نائية هي اكثر هون مليونين يعني 2,600,000 وبده يقبض 95,000 بدل نقل. اما ببيروت ما بقى في شو 2,600,000 ما بقى فيها الرواتب هالمعاشات هيدي. بس انا بعتبر انه انتم شوي احصاءاتكم مش كثير دقيقه. لا بدي اقول لك شغله واحده. في كثير رواتب نحن احصاءاتنا المضبوطه لانه في كثير شركات لا عم تعطي بدل النقل 95,000 ولا عم بتقبض بالفريش ولا عم بتعترفي اساسا انه في غلاء معيشي صاير بلد. لكن صادق معك ومع العناية حتى يبين انه لانه في كثير ناس عم تحضرنا. انت ما خليتيني اكمل هذا من دون بعد ما اشوف اذا السوشيال ميديا شو عم ينقال. بس فعلا انت ما خليتيني اكمل. تفضل. في شركات أيه؟ ما عم تحترم 675,000 اللي كانت طيب. قبل هاي اللي عم نقوله. هدول شركات ولكن متعسرة شركات وضعها كتير صعب اليوم بلبنان. عندك شركات اللي هي الأقلية اللي وضعها جيد وماشي حالها وعندك ناس اللي عم بتحاول تستمر وتعيش وعندك اللي وضعه سيء جدا. ما عم بقول كل الشركات صارت لا بس في شركات بعد وضعها منيح وهي عم تستغل الأزمة كمان. لا ما بقى فيه بابا في كثير شركات عم تستغل الأزمة ولا ممكن عم تتلاعب على قصة تغير سعر الصرف. ما بتريح موظفينا ما عندها انتاجية وبس ما عندها انتاجية. طيب بالعودة إلى موضوع عم تقول لي اقتصاديا بعدك يعني شي لفت أنك متفائل. متفائل بشو؟ بأنه البلد بعد فيه سواح؟ متفائل بأرقام مثلا؟ متفائل أنه لبنان منه متروك دوليا. مين اللي هيدا. مع لبنان هيدا ما بقولوا لك علينا حصار دوليا منه. لا منه متروك اليوم وشفنا اليوم وقت ما التحرك الفرنساوي تجاه لبنان وعم نشوف في لبنان حيكون على طاولة القمة العربية اللي حتصير بجدي خلال يومين. في اهتمام خارجي بلبنان منه اعتمادي على القوى السياسية الداخلية. بس كيف عم يترجم؟ شوف يعني اذا مثلا لحد هلا شو صار بقصة الكهرباء والغاز وثلاث ساعات والاربع كهرباء ساعات كهرباء والغاز ساعات. شو الكهرباء والغاز من ايدنا؟ حدا منعنا اليوم انه انت فكرك الامريكاني ما بده ينك وعنده كهرباء؟ طيب بس ما عم بيقولوا حرروا السلفه تبعهم. اما الايراني ضد الكهرباء بلبنان نحن اليوم المشاكل والخلافات السياسيه الداخليه ليه ما صارت الصينيه اليوم مع سيمنز عم سميهم ليه ما انمضت؟ خلي يطلع اليوم الوزير الحالي للطاقة يكون عنده الجرأة يقول ليه ما مشيت الخطة ومين وقفه؟ أنا وقفته. طب ليه عم بوقفون؟ ما بعرف سألي إنه اليوم أنت إذا كان هيك المنطق هو محسوب سياسيا على فريق صار بآخر أيام العهد يعني متى يسجل هذا الإنجاز إنه شو عم بيقصوا حالهم بيأجرون مثل ما بنقال إنه ما بعرف مش براسهم كمان طرنا يعني. كتير بقى 4 أشهر بيمرقوا خلينا نشوف شو حيصير. 4 أشهر لشو لينتهي العهد؟ عم تنطر؟ حضرتك من المنتظرين لنهايه العهد؟ طب اذا تتفائل انه اذا انتهى هذا العهد بصير الوضع احسن؟ الوضع حيتحسن اكيد الوضع، مع العلم عم بقوله وزعلان، انا اتمنى اخر العهد يعملوا حكومه ليه عم تقول يعملوا الوضع انجازات حيتحسن. يعملوا حكومه ويعملوا انجازات، انا اتمنى على العهد اليوم تعمل حكومه وتعمل انجازات وخلي العالم تذكره للرئيس عون بالانجازات، حرام وجريمه انه يترك بهالطريقه الرئيس عون، حرام. رئيس عون اجى بطريقه كثير كبيره، انا ما اتمنى يطلع بهالطريقه. انا اتمنى ينعمل شيء.
بس عم بتقول انه هذا العهد في انتظار لينتهي ومراهن انه العهد المقبل شو ما كان حيكون افضل. اكيد. ليه؟ اكيد لانه كل شيء واقف بالبلد، كل شيء واقف، الكهرباء واقفه، العالم فلست، العالم جاعت، العالم انزلت، كله واقف. طيب بس اذا كان معطل اليوم، ما في تعيينات، ما بتصير. اذا ما كان الخيار نفسه واحد. بالسياسه اليوم 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 صار اليوم صار في انتخابات وفرجت الانتخابات، بدنا نعترف اليوم انه في بالبلد صار فريق مسيحي الاقوى، اوكي، اللي هو اسمه سمير جعجع. هلا بدها تصير هلا الحكومه اللي ما بتصير بتأيد سمير جعجع لرئاسه الجمهوريه؟ لا ما بأيده اكيد. ليه؟ ما بأيده. هلا بقول لك ليه اليوم ما عم بتصير المجلس الحكومه؟ ما بدي شروط، بدك تعين لي هيدا وهيدا 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 طيب. وهيدا وهيدا، ما بقى تقدر اليوم، ما بقى يقدر فريق واحد اليوم ياخذ كل هالوظائف. طيب بس حضرتك قلت ما بأيد سمير جعجع لرئاسه الجمهوريه، ليه؟ لانه ما برايي انه عنده حظوظ يوصل، وصعب انه يقدر يوصل. ضد رئيس تحدي؟ انا بالنسبه حضرتك ضد رئيس تحدي؟ انا بالنسبه لي جربنا انه اليوم الرئيس القوي، شفنا القوه وين اخذت لبنان، اوكي، ما شفنا القوه وين اخذت لبنان. يعني عم تحرق كمان سليمان فرنجيه بهذا المعادله؟ انا ما لا ما عم بحرق حدا، انا لن بموقع احرق حدا ولا بموقع. انا بالنسبه لي يلي اتمنى باخر تركب حكومه هلا رئيس عون يعمل له كم انجاز خلى العالم تذكره فيهم. حرام اليوم من تؤيد لرئاسه الجمهوريه؟ انا 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 برايي البروفايل مين يعني؟ انا برايي يعني بده يجي حدا نحن ما حدا مفكر فيه يعني، مثل تسمية دكتور حسن دياب او دكتور مصطفى اديب. انا برايي هيك. هيدا رايي، هيك يكون المخرج. هيدا رايي انا، بامن هيدا الشيء هدوء للبنان. يعني بنكون خرجنا من سياسه المحاور والرئيس الطرف والتحدي للخليج، هيدا ممكن يكون مخرج لهيك اعاده شوي يعني تحسين الاوضاع. بس بهالست سنين العهد طب هن ما بيعملوا حساب قديش عطلنا حكومات، قديش عطلنا، قد ايه بقينا بفراغ؟ ما بحقيقة عمره ما اجى رئيس جمهورية. بس هذا كمان تيك تو تانجو شو لوحده يعني، كمان في طرف بده يعرقل له العهد كان كل الوقت، او اطراف يعني ما كان مبين انه مش المشكل لانه رئيس عون، المشكل انه هذا التحدي اللي صار بالبلد. انا برايي اي يعني هن بدون ما نقوله ما تطلع منا هلا خلص غير السؤال. ليه متردد؟ مش قضية متردد اليوم، انا يعني انا من شخص اللي كنت بتفائل وقت ما جاء الرئيس هون. انا رايي انحرق من الداخل الرئيس هون، من يا من حيث بيدروا اما ما يدروا حرقوا هذا العهد بصراحه. داخل قصدك داخل القريب ولا حلفائه؟ لا القريب، مش حلفائه، القريب. الرئيس الحريري ممكن يعود الى لبنان رئيس حكومه؟ اكيد شايف انه ممكن يرجع رئيس حكومه؟ اكيد. شو السبب الخليفه شخصي؟ انا برايي شايف اليوم الوحيد اللي سمع للعالم، الوحيد اللي استقال، الوحيد اللي خلى مجال اذا بدك ليجوا المستقلين اما المجتمع المدني. وانت شفت اليوم انه الطائفه السنيه هي اللي اكثر شيء صوتت للمجتمع المدني. لو الرئيس الحريري ما اخذ هذا القرار ما كان صار في تصويت هلا هالقد للمجتمع المدني، وما كان صار هل قد اذا بدك حضور للمجتمع المدني. انا اتمنى لهم النجاح، ولكن خلينا نشوف كيف يعني ممكن انه يرجع حكومه بالعهد، رئيس حكومه بالعهد الجديد بالعهد المقبل. كل شيء معقول اكيد. يلي حدا ما في قرار سعودي بمنع الدخول، يلي حدا بفكر سياسي مجددا، يلي حدا بفكر انه رئيس الحريري انتهى بالسياسه بكون هو ما بيفهم. لا، في بعض يقول بانه هذا قرار سعودي بانه ان ينكف، ويلي بفكر هيك كمان ما بيفهم. معلوماتك هيك بتقول كمان ما بيفهم. حضرتك من الاقتصاديين اللي كانوا عملوا جهدا كبيرا لعوده العلاقات اللبنانيه الخليجيه، عم نحكي بموضوع التصدير، وبحسب المعلومات كان في وفد بضمك، بعتقد بضم النائب ميشيل ظاهر كمان، استاذ نعمت فريم. صحيح. كنتوا انتوا رح تطلعوا تعلنوا عوده التصدير الى المملكه العربيه السعوديه. نحن بحسب معلوماتي كانوا بحزيران يمكن او بايار اخر ايار. كنا مفروض شو صار؟ كان مفروض تصير بصراحة هلأ بشهر تموز. أيه. كنا محضرينها، ولكن وقت ما صارت زيارة بايدن أوكي التغت كل الزيارات، ما بس زيارة الوفد التغت أو أرجئت؟ لا لا تأجلت. أيه. تأجلت. أيه. طيب بس بعده المسعى هو لعودة العلاقات التجارية إذا بدنا نقول، تصدير بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعبر إلى كل الخليج. نحن اللي نتمنى ترجع العلاقات كلها، ما بس موضوع التصدير،
بدنا العلاقات اليوم واللي انا عم بقولها من سنه 2010 لليوم، لبنان اقتصاديا ما بيقدر يعيش بدون دول الخليج. نحن بدنا احسن علاقه، علاقه بالسياسه، بالصداقه، علاقه بالاستثمار، علاقه بكل العلاقات. اليوم اذا بتشوفي القطاعات، القطاع المصرفي كلياته، ما في مصرف ما في مستثمر خليجي، وما في مشروع عقاري اما مشروع فندق اما في خليجي بقلبه من الكبار. اليوم هن الاساس اليوم بالنسبه لنا. السياحه، الانفاق السياحي 65% كان خليجي، مشان هيك بدنا احسن العلاقات، وهذه العلاقات حترجع ان شاء الله، وحترجع اقوى وقريبا. قريبا حترجع قريباً. هذه العلاقات قريبا بشكل سياسي واقتصادي ان شاء الله. في منع لبعض الرعايا، يعني ما سمعنا منع لرعايا من القدوم الى لبنان، وان كان البعض بيقول ما صار في يعني كتابيا اي اجراء. صحيح. بس اذا بتشرح لنا فيهم يجوا الخليجيين على لبنان، السعوديين اليوم للسعودي بده اذن، بده اذن، والاماراتي بده اذن، طيب، والكويتي والقطري عم بيجوا بعد ما رفعت هيدي الاذونات. بس بعد. ما في قرار بمنع؟ لا ما في منع، بدهم اذن. انتم رح تسعوا انه يكون باكج بكل شيء عوده طبيعي. العلاقات موعودين فيها نحن. اي متى ممكن تصير الزياره بعد؟ هلا خلص، يعني هلا انا ما برايي قبل ايلول. لايلول؟ لايلول. بس واضح اليوم انه لبنان منه متروك حتى خليجيا. رجوع السفير السعودي الى لبنان، هالصندوق المشترك اللي انعمل للمساعدات اللبناني الفرنسي، منه متروك لبنان، منه متروك لا عربيا ولا اوروبيا ولا دوليا، منه متروك. على اي اساس اليوم المراهنات على المفاوضات الايرانيه الامريكيه وكمان الايرانيه السعوديه؟ هيدي اساسيه وهيدي اساسيه، اثنيناتهم اساسيه. قد ايه بتقول انه خلص انتهى هيدا زمن المحور اللي كان موجود؟ بتعتبر هيك ولا البعض بيقول لا مش شرط طالما لحد هلا ما صار؟ انا بعتقد المنطقه ما ممكن تزدهر الا ما تزبط العلاقات السعوديه الايرانيه. هون بصير في ازدهار ما بس للبنان، لكل المنطقه، وهذا اللي انا بتمنيه. ايه بس هون هيدا كتمني، كواقع نحن على اي يعني اليوم كمان بالوقت اللي حضرتك عم تقول فيه في مخاوف كتير كبيره عند الناس من الحرب. خليني اقول لك شغله وحده، انه في كريش وفي حرب وفي تنقيب عن الغاز، يعني اليوم اهتمامهم بلبنان كمان. بتعرفي في مصالح، في مصالح دول. اليوم من بعد الازمه نحن هي صارت اكبر من ازمه اللي بين روسيا واوكرانيا، صارت حرب، صارت حرب، والله يستر ما توصل الى اكثر من هيك، بس خلينا نسميها ازمه نكذب على حالنا. لبنان صار بحاجه، اوروبيه بحاجه للبنان، بحاجه للمنطقه مشان الغاز، بحاجه للغاز اكيد، لا حاجه للبنان وبحاجه للعدو وبحاجه لقبرص وبحاجه لمصر، لكل هذا الخط. وإذا ما في دولة اليوم ترتاح، إذا ما في استقرار بكل هذه الدول، بده يكون في استقرار عند الكل. بس هذا الكلام اللي عم تقوله كأنه يوحي بأنه في شيء صفقة فإذا تمت بموضوع كريش. ما في صفقة، ما في شيء. أنا بتشوفي خلينا نكون صريحين، في حرب؟ في حرب؟ لا ما في حرب. إذا ما رسمنا إذا ما رسمنا اليوم الحدود، لبنان ما بطلع البحرية، ما بطلع الغاز لا بكره ولا بعد بكره ولا بعد ألف سنه ولا مليون سنه. خلينا نكون واقعيين، بدنا ما في شركه اليوم مستعده تيجي على لبنان على التنقيب اذا ما في صار امضى وتوقيع مع الطرف مع اسرائيل. هيدي واضحه للجميع وبعتقد بس امضى وتوقيع يعني تطبيع. اذا رسموا الحدود ما بعرف شو اسمها، لا مضروري مضروري عبر مفاوضات غير مباشره، ما يعني. مضروري، لا لا انا ما عم بقول نحن بس بدنا كمان ساعتها يكون في واقعيه بهذا الموضوع، مش انه نكون قاعدين عم نبيع العالم شعارات وبالاخر تكون طار الغاز. يوم التوقيت يعني احسن توقيت لسعر الغاز بالعالم كله. قاعدين عم نشوف قد ايه الدوله بدها تتحمل والدوله ما بدها تتحمل خسائر وفلان بدها تتحمل ومصريات العالم. طب ما هذا كله بينحل اذا بلشنا التنقيب، كله بينحل. صارت الدولة بتقدر ترجع أموال يلي أخذتهم ويلي دينتهم من مصرف لبنان، ورجع حق المواطنين وحق المودعين ولا أسهل منا. شو نحن شو عم نحكي؟ منا مشكلتنا 3-4 آلاف مليار، 70-80 مليار اليوم بموضوع إذا صار في عنا تنقيب، هدول بكم سنة بنرجعهم؟ بابا في مشكل. بس هل حرام عدم استخدام واستخراج هذه الثروة خاصة بهالوقت هيدا؟
بس كمان بذات الوقت بنخاف انه تحت ضغط انه حرام تكونوا عم تروحوا على هيكون ثروه وانتم بلد منهار، بنكون رايحين على نحن تقاسم الثروات والاعتراف باسرائيل بهيدي الطريقه. يعني ما في حدا مساعد يفرط اذا بدك بموضوع السياده وموضوع الحدود، وانا ما بدي زيد على اي حدا، كل اللي عم يفاوضوا بهذا الملف عارفين هالشيء هيدا وعارفين شو عم بيعملوا وعم بفاوضوا بطريقه جيده. خلينا نحكي الامور مثل ما هي، ماني خايفين. اذا بدي اجي اقول اليوم اذا مضيت مع اسرائيل يعني تطبيع، ساعتها ما هو شو بكون اسمه؟ اوكي، شو ما بدك سمي، شو اسمه؟ اسمه تطبيع. بقول لك شغله وحده، بين مصر واسرائيل مضيوا السلام لهلا. طيب. ما في تطبيع بعد 30 سنه، ما في تطبيع. تطبيع قصدك شعبي؟ اوكي طبيعي، هو الشعب الاساسي، هي مش الورقه اللي انا بمضيها انا وانت، ما في تطبيع. تطبيع الشعوب هي بتطبع بين بعضها اليوم بصراحه. بس انه بالاخر يعني بتعتبر ذات الشيء حينعكس على الامارات مثلا؟ الامارات وضع ثاني يختلف، وضع الامارات يختلف عن لبنان، نحن في دم بيننا وبينهم. اما بينهم وبين الاماراتيه ما في دم. ما في دم، ما في حروب. بين مصر واسرائيل في حروب، في دم، نحن في دم، تختلف القصه. ممكن نحن نكون بهذا الزمن تؤيد التطبيع؟ بعد حقوق الفلسطينية والدولة الفلسطينية ممكن نفكر فيها. أي حقوق؟ ده إحنا حقوق البحرية مش عم نأمن. أنا بالنسبة لي إذا ما لازم يصير شيء إذا ما الفلسطينية أخذوا حقوقهم وصار في دولة. من بعد زيارة بايدن ممكن نشوف هيدا المشهد بالشرق الأوسط إلى السعودية؟ يعني نتمنى الاستقرار يصير. نتمنى، لأنه تعبنا. بس أنا برجع بقول لك متفائل، لأنه هن بحاجة للمنطقة بعد الخلاف. موضوع روسيا موضوع أكبر بكتير من خلاف روسي اليوم، هي موضوع اليوم صيني روسي هندي ضد أوروبي أمريكاني، شغلة أكبر بكتير من هيك. وأتمنى نظام عالم يعني جديد عم يركب، جديد عم بتغير وشغلتنا سنين، مش كان هيك؟ اليوم بدهم الاستقرار إذا بالمنطقة، لأنه غاز المنطقة صار حاجة، صار ضرورة لألون. شفنا بفترة دول بأوروبا اللي كانت تنتقد بكثير أمور الجزائر، كيف فجأة اليوم الجزائر كنا حابينها وكنا لأنه عندهم مصلحة. في مصالح دول بكل صراحة. امبارح ألمانيا بتصرح أنه عندنا شتوية صعبة وحضروا حالكم. ألمانيا ألمانيا دولة هالعظمة، أنت بتعرف ألمانيا أكبر دولة بالعالم بتصدر بالتصدير، عم تدعم المؤسسات والأفراد والعيال. شوفي السولر صار السولر عالمي اليوم، العالم كله يتجه الى النظام اللي هو صحيح. الطاقات البديله السولر 90% بتصنعه الصين. طب نحن هون بلبنان، حضرتك رئيس اتحاد الغرف كمان، قديش السولر فرق من اذا بدنا نقول يعني نحن قديش فعلا لم نستثمر بهذه الطاقه؟ هلك شغله اذا بالارقام، اذا عندك ارقام من 2010 ل 2020 لبنان ركب 100 ميجا وات سولر 10 سنين. 2021 لحالها 100، و 2022 حتزيد عن 250. اوف، اي مبادرات فرديه عم نحكي. طبيعي كله فردي، نحن عندنا لمعتمدين على شيء. تخلوا الناس يبتكروا يعني اني بهيدا الشيء بقول لك كل اللبنانيه صار طلبها بس هيك تجينا دوله بس الكهرباء. انت ما بقى منتظره شيء بكل صراحه، ما بقى منتظره. بس ذات الوقت ما تفائل. هي بتفائل فيه الشعب، هذا بحب الحياة، الشعب بيرفض هيدا يموت. حضرتك من الناس بدها تنقل أشغال أو مصانع على خارج لبنان؟ لا. ليش في ناس عم تقول بدنا نهرب إلى الخارج للاستثمار في الخارج؟ بتأيد هيدا الشيء؟ شوفي في أكيد ما حتأيد هيدا الشيء. أنا بأيد، أنا بأيد إذا بدنا نقول أنا بأيد إنه أكيد يكون عنده شغل بلبنان ويوسع أشغاله برا، أكيد هيدا نحن اللي عامله. أنا بس إنه الناس في منهم بتقول بسكر أشغالي وبروح بفتح برا. ما في حدا، أنا ما بعرف مصنع سكر هون 100%، بس بعرف كثير مصانع فتحت مصانع اخرى. وقت ما انتزعت العلاقه مع دول الخليج ونحن ما بقى قدرانين نصدر الى المملكه، راح كثير لبنانيه عم بيصنعوا صاروا بالخليج كرامه اسواق الخليجيه وخاصه السعوديه. بس بذات الوقت في مصالح عم تفتح بلبنان، يعني لافت انه بلد بعز الانهيار في مطاعم قديه تقريبا مطاعم؟ في 70 مطعم هلا جديد عم بيفتحوا. طيب هذا بفرجيك، هذا شو دليل على شو؟ بفرجيك انه قد اللبناني متعلق ببلده. يعني بتطلعي رغم كل شيء كل يوم عم بيجي 19 ألف
مطار حالته حال، الشوارع حالتها حال، الكهرباء ما في، بس العالم مبسوطة، العالم مبسوطة أنه جاي على لبنان. إن شاء الله يضل هيك. أهلا وسهلا فيك الوزير السابق محمد الشقير، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء في حلقات لاحقة من الحدث.